السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده انا بصوره لكم دلوقتي واحنا الساعه بالظبط 2 صباحا بتوقيت القاهره. المفروض ان انا بصور الفيديو دلوقتي عشان هنوصل ل 100 الف فنان وفنانه على القناه. انا بصوره دلوقتي وانا اصلا بنام على نفسي، فما حبيتش ان انا انام واضيع لحظه زي كده مش هتتكرر كتير، فكان لازم ان انا اوثق اللحظه دي بفيديو عشان الفيديو ده يوصل في الذكريات معانا ان شاء الله مهما طال الوقت. عدد المشتركين دلوقتي 99980 مشترك، يعني واقفين على 20 مشترك بالظبط زي ما انتم شايفين كده. فهنفضل مع بعض دلوقتي ندردش شويه ونشوف بقى لحد ما نوصل ل 100 الف مشترك ونسجل مع بعض اللحظه الجميله دي عشان نكون كلنا مررنا بيها مع بعض. وطبعا قبل اي حاجه وقبل ما نتكلم في اي حاجه، انا بشكر كل فنان كان بيدعمني طول الفتره اللي فاتت. انا تقريبا عملت القناه من سنتين على ما اظن، او اقل بحاجه بسيطه، والحمد لله حققت اول خطوه من طموحي. يعني هو طموحي اكبر من كده بكتير، لسه عندي كتير ان شاء الله، وهحقق الطموح ده معاكم باذن الله. هنحققه مع بعض وهنوصل لمكانه عاليه جدا جدا وللمليون ان شاء الله. خطوه ال 100,000 مهمه جدا، انها بتديك حافز انك تكمل، وطبعا الفضل يرجع لربنا ثم ليكم انتوا اللي كنتوا بتدعموني. شكرا لكل فنان فيكم كان لما بيتفرج على الفيديو كان بيعمل لايك او بيسيب كومنت او بيشارك الفيديو مع اصدقائه على واتساب او انستجرام او فيسبوك. انتوا اكبر داعم ليا ان انا اكمل معاكم في الدروس دي، وان شاء الله زي ما وعدتكم. بالنسبه للمسابقه خلاص هتنزل بكره او بعد بكره بكتير ان شاء الله، بحيث اكون ظبطت التفاصيل بتاعتها كويس، وهتلاقوا البوست نازل على الانستجرام عندي، يا ريت تتابعوا الانستجرام. وممكن انزل فيديو على اليوتيوب هنا برضو اشرح لكم في التفاصيل بتاعت المسابقه عشان لو محدش فهم من البوست اللي هينزل على الانستجرام. لكن شرط دلوقتي انك تروح تتابعني على الانستجرام عشان تشوف البوست اول ما ينزل، وكمان عشان المسابقه هتكون بشكل اساسي على الانستجرام. طبعا فنانين كتير بيقولوا لي ليه ما عملتش المسابقه على الفيسبوك؟ ده لان انا شايف ان الانستجرام احسن بصراحه من الفيسبوك بكتير. ما بقتش برتاح للفيسبوك الفتره اللي فاتت دي خالص، حتى انا ما بقتش بنزل حاجه على صفحتي الشخصيه، بقيت بس على الجروب اللي انتوا فيه، يعني الجروب ده مخصص ليكم وانتوا بتاع الفيسبوك، وكمان بنشر على صفحتي الخاصه بالشغل، فما بقتش حابب ان انا اشارك فيديوهاتي او شغلي على صفحتي الشخصيه. لكن حدث زي ده اللي هو وصلنا ل 100,000 لازم اتشارك طبعا، عشان اي حد من جواه مش كويس كده المفروض يشوف ان ربنا وفقنا. وان كان في فعلا واحد او اتنين مش كويسين وما بيحبوش الخير لينا، ففي اكتر منهم، في 100,000 فنان متابعنا وقلبهم كله خير وبيدعمونا دايما، ودول احسن من اي حد. طبعا احنا دلوقتي وصلنا ل 982، يعني فاضل لنا حوالي 18. والمشكله ال 12 دول جايين في وقت مش كويس، يعني جايين في وقت الساعه 2 صباحا، يعني الناس كلها بدات تنام، وطبعا اول يوم العيد كان امبارح والناس كلها معظمها مطبق ما مش بيناموا كويس يعني. فتاني يوم معروف ان هو بيكون نوم بدري، فالوقت ده صعب ان احنا نجيب ال 12 اللي احنا مستنينهم دول. فربنا يسهل بقى، يا مسهل يا مسهل، هنعوضك برضه. انا نايم هنام فعلا، انا يعني قاعد بنام على نفسي بصراحه، الموضوع ممل جدا جدا. بقينا 82,000 تاني اهو، يا مسهل بقى نطلع ل 85 كده مثلا، يبقى فاضل لنا 15 ونكون قربنا جدا جدا جدا. انا زي ما وعدتكم الفتره اللي فاتت دي كلها، وزي ما عودتكم كمان في الدروس بتاعتي، ان انا ما بخلش عليكم باي معلومه انا اتعلمتها، وكمان بالعكس، بل لما اقول لكم معلومه، يعني مثلا جيت في فيديو قلت لكم معلومه ورجعت بعدها بفتره اكتشفت ان المعلومه دي كانت غلط او ظهر حاجه جديده مثلا، بعدل لكم المعلومه كمان، مش بسيبكم على المعلومه القديمه، لا انا بطوركم معايا. طبيعي لما الوقت بيعدي، لما بيكون في تكنيك احنا شغالين بيه وبنستمر بيه، بعد فتره من الزمن بيحصل تطورات وبنغير التكنيك ده. فانا نفسي لما بغير التكنيك ده او بكتشف حاجه جديده لازم اجي اقولها لكم برده، بما اني قلت لكم التكنيك القديم او المعلومه القديمه، فلازم تكونوا حاضرين معايا في الصوره. وده للامانه عشان ربنا لسه عند 82 كده. عشان الفيديو ما يطولش معانا ممكن اقفل الفيديو واستنى مثلا لما يعدي 90 وافتح الفيديو تاني او اصور الفيديو تاني، عشان الفيديو ما يطولش معانا وتزهقوا مننا. طبعا انا نفسي بنام على نفسي دلوقتي، فممكن اريح بتاع ساعه كده وارجع اشوف ال 12 كملوا ولا ما كملوش. كملوا الفيديو بقى وحد يقفل. دلوقتي وصلنا يا فنانين 991، يعني فاضل لنا 9 بالظبط ونوصل ل 100,000 فنان وفنانه. وصلنا ل 91 دول تقريبا في ربع ساعه بعد ما قفلت الفيديو يعني وعملت فيديو جديد. يا مسهل بقى وتسعة دول يجوا بسرعة عشان أنا خلاص فصلت بصراحة وعايز أنام، عشان ألحق أعمل لكم فيديو بكرة بتاع القلم الجاف. المفروض الفيديو اللي هينزل بعد الفيديو ده على طول إن شاء الله هو فيديو القلم الجاف، يعني استنوا ده بعد ده على طول، ممكن ينزلوا في نفس اليوم ورا بعض وممكن ده بعده بيوم كمان حسب التسهيل يعني. لأن كلكم عارفين إن شغل القلم الجاف أو دروس القلم الجاف عموما أو تكنيك القلم الجاف بياخد وقت طويل، غير الرصاص أو الفحم أو الألوان خشب، لا بياخد وقت طويل في التكنيك بتاعه، وبتفضل تعمل طبقات فوق بعضها وبهدوء والكلام ده كله. فممكن ينزل في نفس اليوم وممكن يوم بعده ان شاء الله، فاستنوه. بين 92 اهو، يا مسهل 8 93. ها شد حيلكم يا شباب. يا ترى انتوا سامعيني دلوقتي وانا بتكلم ولا لا؟ اكيد لا، حاجه ما مش محتاجه سؤال يعني، ولا كأني قاعد في امتحان والله.
هو احساس حلو، احساس حلو ان انت بعد فتره من التعب والمجهود والسهر وصلت لحاجه نعتبرها اول سلمه في طريق تحقيق الهدف اللي انت بتحلم بيه. اليوتيوب عشان ما اكذبش عليكم عمره ما كان هدف في حياتي خالص، عمره ما كان هدف في حياتي. انا بداته بالصدفه، بدأته لما طلب مني كتير. طبعا في ناس متابعيني منكم من سنين من اول ما عملت القناة، وفي ناس طبعا جديدة لسه. فاللي متابعني من اول ما عملت القناة ده اكيد كان متابعني على الفيسبوك وعارف اول باول اخباري. فانا عملت قناة اليوتيوب دي بناء على طلبهم، هم كانوا بيطلبوا مني كتير: كريم اعمل قناة اليوتيوب، احنا محتاجين نتعلم منك والكلام ده كله. طبعا في الوقت ده انا كنت بدي كورسات رسمي، يعني كنت بدي على الواقع. فبدأت قناة اليوتيوب واشتغلت حوالي 5 شهور او 6 شهور وقطعت تاني فترة طويلة. المشكله بقى في الفتره اللي قطعتها دي، لو انا ما كنتش قطعت الاول او يعني قللت الفيديوهات في الفتره اللي قطعتها دي حوالي برضو 6 شهور، يعني انا فضلت 6 شهور ما بنزلش فيديوهات خالص. في الفتره دي كان عليا ضغط شغل جامد جدا في الكورسات وكده، فاهملت قناه اليوتيوب في الفتره دي. وطبعا ما كانش فيه تفاعل بصراحه، عشان ما نضحكش على بعض، ما كانش فيه الحافز اللي يخليك تضحي بوقتك ومجهودك وطبعا وشغلك والكلام ده كله في سبيل انك تعمل فيديوهات. الفيديوهات انت مش عارف انت واثق هي يعني هتوصل للناس ولا انت بتعمل ده لنفسك ولا ايه. فالحمد لله جالي بقى، يعني جالي وحي تاني كده بعد 6 شهور دول، في شهر 11 بالظبط، 11 اللي فات، او في شهر اخر شهر 10، يعني في يوم 28 اكتوبر. يعني بدات التزم بقى، التزم تماما، بدات انزل كل اسبوع 5 فيديوهات، 6 فيديوهات، 3 فيديوهات، يعني حسب ما بقدر، يعني قد ما اقدر بقيت بلتزم. واللي كتير منكم ما يعرفوش، في ايام كنت باجي من الشغل كنت باجي ميت جدا، بس عشان ما ينفعش اليوم ده يعدي من غير ما اعمل فيديو، كنت مقسم كده الايام عشان اليوم ده ما يعديش من غير ما اعمل فيديو ليكم، لان انتم بتكونوا مستنيين وعايزين برضو. فكنت بدوس على نفسي وبسهر عشان اعمل لكم الفيديوهات دي والله، يعني ربنا يعلم في ايام كانت بتكون صعبه يعني. بس طبعا ما حدش بياخد باله من الكواليس دي كلها، طبعا الفيديو بيتقدم لكم على الجاهز، لدرجه ان في ناس كانت بتزعل ان انا بخلي المقدمه بتاعه الفيديو اللي انا بقول لكم فيها الادوات اللي بنستخدمها واعملوا لايك واشتركوا والكلام ده كله. في ناس بتزعل ان المقدمه دي بتكون دقيقه او دقيقه ونص، انتوا متخيلين؟ يعني انا بعمل درس ربع ساعه او ثلث ساعه او حتى نص ساعه، بعمله في 4-5 ساعات او ساعات اكتر، في دروس بتاخد وقت اكتر، في دروس بتوصل معايا 6 و7 ساعات، انتوا متخيلين؟ ففي ناس بتتضايق ان انا بعمل لهم مقدمه دقيقه او دقيقه ونص لمصلحه القناه، لان انا خلي بالكم ان كل فيديو اي يوتيوبر تلاقوه بيقول كده، ما عدا طبعا اليوتيوبرز اللي هم المليون، لا وفي ناس والله برضو اللي هم وصلوا المليون بيقولوا الكلام ده. لازم في كل فيديو نقول الكلام ده عشان في ناس بتنسى. انا واحد من الناس لما كنت بتفرج على اليوتيوب على فيديو ولا حاجه كنت بنسى اسيب اللايك او بنسى اشترك. فانا مش بعمل كده معلش، عشان يعني في ناس بتقول انت بتشحت مني، يعني انت بتقول كده عشان بتشحت لايكات. هل انت شايف ان انا اللي بقدمه ده مقابل ان انا اقول لك في اول الفيديو اعمل لايك يبقى انا كده بشحت منك؟ والله لو انت شفت كده يبقى المشكله عندك انت. انت عارف اسمها ايه بقى؟ عارف بيكون اسمها ايه لما واحد بيقدم كل اللي عنده عشان ينفعك او عشان يخدمك وانت يكون ردك كده، ردك اللي انت بتقول انت بتشحط لايكات؟ الكلام في النقطه اصلا يكسف بصراحه. يعني بين 94 يا مسهل، نلعب في الموبايل شويه عشان نعدي الوقت ده. هانت فاضل 6 يا مسهل، بس على الله ما يقولوش تاني بقى، ما حدش يفكر كده وملغي الاشتراك تاني. 96 ان شاء الله، فاضل 4 يا شباب. فانت فاضل 4 على 100,000 مشترك، 100,000 مشترك في سنتين كان فيهم تعب كتير قوي قوي قوي. عايزين نشد حيلنا بقى ونوصل للمليون. انا عارف اللي هو بعيد قوي، ممكن تاخد منا 3-4 سنين كمان، بس مش حاجه بعيده عن ربنا وعليكم كمان، يعني انتوا قدها باللايك. يعني خلاص عودوا نفسكم اي فيديو ينزل، عشان انا بطل الموضوع اللي هو المقدمه الرخمه اللي الناس بتزعل منها. اعملوا لايك على طول، اعملوا لايك اول ما الفيديو ينزل، اعملوا لايك مش هتخسروا حاجه. اعملوا كومنت، كومنت انزل اكتب فيه تسلم ايدك، اكتب لي كلمه حلوه. يعني الدافع دايما بيجي من تعليقاتكم الحلوه، من لما انا بحس ان انتم متابعين باستمرار باللايك وبالكومنت، بحس ان في ورايا ناس مهتمه اول باول. شباب لازم تعرفوا ان انا بقدم درس كل يوم، درس كل يوم دي حاجه مش سهله، درس كل يوم دي حاجه صعبه، يعني مش كل الناس بتعملها. فانتوا قدروا حاجه زي كده، قدروا حاجه زي كده، لان كل انسان عنده طاقه. لو قعد فتره محس ان هو مفيش دعم ليه او الدعم اللي هو مستنيه، اكيد هيجي فتره هتلاقوه وقف مره واحده. فانا خايف من الفتره دي تيجي عليا، رغم انها صعبه ان شاء الله، وان شاء الله مش هتيجي يعني، بس بفكركم دايما انكم تفضلوا ورايا كده باللايكات والكومنتات بس.
لو تقدروا تعملوا شير يبقى انتوا كده يعني بتعملوا الصح بصراحه. اصل الشير ده مثلا لو انت عملت شير على الواتساب او انستجرام في ستوري عندك في الفيسبوك عندك هتجيب 2-3 من صحابك يشوفوا الفيديو او يشتركوا في القناه، فبالتالي انت بتدعم بشكل اكبر. تمام، فهي هي خطوات، هي مراحل، لايك كومنت شير. تمام، لسه واقفين عند 96، لما نشوف بقى هنوصل في قد ايه كده يا مسهل. الناس نامت كده ولا ايه؟ 98، فاضل 2 يا فنانين، يلا عايزين 2 يصحوا من النوم كده يعملوا اشتراك ويناموا تاني، مفيش مشكله يا مسهل. اللحظه الحاسمه 98. عايز اشوف شكل المية كده هيكون شكلها عامل ازاي. اكيد شكلها جميل احسن من ساعات كتير دي. 100,000، وصلنا ل 100,000 يا شباب. 1,000,000,000 مبروك ليا وليكم. يا رب ننزلوا تاني بس لان ممكن حد يلغي الاشتراك دلوقتي حالا، نرجعوا 999 تاني. فا يا رب عاوزين بس نوصل 100,000 واحد حتى عشان نتاكد كده. 1,000,000 مبروك يا فنانين ليا وليكم، وشكرا تاني لكل فنان بيدعم باستمرار باللايك وبالكومنت وبانه يشير الفيديوهات لاصدقائه ويقول لاصدقائه هنا على القناه كمان. انتوا اجدع ناس، وانتوا فعلا اللي في ظهري دايما. مش هوصيكم بقى في الفتره اللي جايه لان الفتره الجايه هتكون اصعب وهتكون نقله تانية ان شاء الله. هحاول اتعمق اكتر معاكم في الخامات المختلفه زي الاكريليك والزيت والديجيتال ارت. انا كنت موقف ده كله لبعد ال 100,000، بس عايز اشوف للكلام ده جمهور، بمعنى ان انا اكتر جمهور او اكبر جمهور بشوفه على القناه هنا هو جمهور الرصاص. يعني معظم الفنانين منكم عايزين الرصاص، وممكن بعدها الالوان الخشب، وممكن بعدها الانمي، عشان كده دخلت في الانمي. طيب لما انا نزلت الدرسين بتوع الزيت ما لقيتش فيهم تفاعل زي الرصاص، فبالتالي انا هنزل تاني ليه؟ فانا عايز الاقي التفاعل بتاعكم باستمرار. حتى لو انت مثلا لو انت مش حابب الدرس ده او مش حابب الخامه دي، لكن حابب القناه دي وشايف ان القناه دي بتقدم لك محتوى كويس، فمش شرط يكون الفيديو انت عايزه يعني. وبعدين انت مثلا ما بحبش الزيت، ادخل اعمل لايك واطلع تاني، مفيش مشكله، يبقى انت كده دعمتني برده. فهمت وجهه نظري؟ فريق الاشعارات ان شاء الله ليه الفتره الجايه مفاجات باستمرار. انا كنت وعدتكم فتره من فتره كبيره ان فريق الاشعارات هيكون لي مفاجات كل فتره، بس طبعا ضغط الشغل والكلام ده كله والله ما قدرتش. بس الفتره الجايه ان شاء الله بوعدكم اللي انا من فريق الاشعارات، فريق الاشعارات اللي هم اول ما بينزل فيديو لايكات وكومنتات على طول هختار منهم عشوائي وارسمهم، زي ما رسمت فنانه فيكم قبل كده لو تفتكروا، رسمتها بورتريه مجاني كانت كسبت معايا هنا في القناه. فان شاء الله هكرر الموضوع ده اكتر من مره الفتره الجايه لانكم تستاهلوا اكتر من كده بكتير، عشان احاول اساعدكم. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان المسابقه خلاص، ممكن تكون ممكن البوست ينزل بكره او بعد بكره بالكتير عشان نبدا المسابقه، والمسابقه تكون بجوائز ماليه ان شاء الله. احاول على قد ما اقدر تكون لايقه بيكم وبمستواكم ان شاء الله. ان شاء الله ممكن انزل فيديو هنا برده عشان اوضح فيه تفاصيل المسابقه والكلام ده كله، عشان ممكن ما حدش يفهم من انستجرام. وعشان ما اطولش عليكم بقى، الف مبروك تاني على ال 100,000 مشترك، وان شاء الله يا رب نتقابل في المليون وال 2,000,000 وال 10,000,000 لغايه ما نوصل ل 100,000,000 ان شاء الله. طبعا في الاحلام، بس لازم نحلم برده عشان نكمل. مستنيين في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.